مش بس أمهات فلسطين ونساء فلسطين ورساء وأبناء الشهداء وأمهات الشهداء اللي بس حقهم يفتخروا في فوز الجزائر ويتوجون بهذا الكأس الذي انتصرت به الجزائر. والله كل فلسطين يعني جدا مبسوطين بهذا الفوز وهذا الانتصار العظيم. يمكن شفتوا في بداية الفيديو الأمهات وهي تزغرت وهي تياهي وهي تردد على ألسنتها ما شاء الله ما شاء الله والجزائر قد تفوز. يعني هذا شيء عظيم والله، هذا أقل ما يقدمه أمهات فلسطين لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. لأننا نفتخر بكم أهلنا وشعبنا، لأننا نعزكم، لأننا نفرح بكم، لأنكم تيجان فوق رؤوسنا، لأنكم والله 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 نحتدي ونفتخر بكم شعب الجزائر العظيم. عارفين الأمهات الفلسطينيات شو بقولوا عن أبناء الجزائر؟ بقولوا هؤلاء الأبناء هم أبناؤنا الذي لم تلدهم بطوننا. وفعلا كل شخص جزائري هو أخ لنا من أب وأم، برضو هم أباء وأمهات لنا أبائهم وأمهاتهم. فبكل تأكيد المعزة والمحبة والمودة الذي بيننا تجعل الترابط الوطني والترابط الدمي والروحي بيننا عظيمة. يعني حتى والله 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 ما فيش جزائري أو ما فيش فلسطيني بتبلاش لهم يلتقيوا مع بعض ويكونوا أحباب ويكونوا أصدقاء. والله على الفيس وعلى مواقع السوشيال ميديا لما بكلمونا بكونوا سعيدين جدا لما بكلموا فلسطينيين وكأنهم يكلمون شيء المقدس. ونحن أيضا عندما نكلمكم شعب الجزائر العظيم بالتأكيد تماما نكلم ناس مقدسين ونعتز بهم ونفتخر بهم شعب الجزائر العظيم. من هذا المنطلق نكرر تبريكاتنا لكم شعب الجزائر العظيم، نحتدي ونفتخر بكم، والله ستبقون تاج فوق رؤوسنا ووسام شرف على صدرنا. ما نحتفل به طبعا نحن أيام الفوز عند الجزائر هي أيام عيد في فلسطين، تبقى متداولة أيام 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 إلى أن تأتي فرحة جديدة. نحن هنا في فلسطين عايشين بفرحة أهلنا بالجزائر، عايشين بانتصارات أهلنا بالجزائر، دائما متأكدين تماما بأنه شعب الجزائر عظيم ويحق لنا بأن نفتخر ونعتز به بكل تأكيد. فعشان هيك والله 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 محبتنا لنا لكم من القلب، محبتنا لكم من القلب أهلنا وشعبنا في الجزائر. والله دموعنا تدرف فرحا عندما نراكم منتصرين ونراكم متفوقين، ودموعنا تدرف فرحا عندما نراكم أصحاب في القمم العالية. فاللهم احفظ الجزائر وأهلها، اللهم ارفعها عاليا عاليا، اللهم أرقي، اللهم احفظها من كل شر ومن كل سوء، اللهم احفظها بعينك الذي تنام، اللهم اجعل التوفيق والنجاح حليفا
أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. والله والله يا أخوان كم نفتخر ونعتز بكم، كم أنكم أبطال في أعيننا، كم أنكم أصحاب شهامة وأصحاب رجولة. والله لو طلب منا، مش إحنا بس الرجال، حتى النساء اللي شفتهم في بداية الفيديو، والله لو طلب منا أن نقدم دمائنا رخيصة لكم فلن نوفر ذلك، والله لن نوفر ذلك. فكم نفتخر بكم، كم نعتز بكم، أهلنا وشعبنا في دولة فلسطين وفي دولة الجزائر. كم نعتز بفلسطيني الذي يدعمون الجزائر، وكم نعتز بألف جزائريين الذي يدعمون فلسطين. كثيرين بيقولوا لي أنت دوبك بتحكي عن الجزائر وبتعيد نفس الكلام وبزيد نفسك، عارفين ليش؟ للجزائر والله عجزنا عن نصف الجزائر، وعجزنا عن نصف جمال روح الجزائر اتجاه الفلسطينيين. هم عظماء في أعيننا بكل تأكيد. رسالتنا الأخيرة للمطبعين، اصحوا من ضمائركم، يعني طلع المحبة لما بتزيد بين الجزائر وفلسطين، الجزائر تكبر وفلسطين تحافظ عليها وعلى مقدساتها. خذوا أهلنا بالجزائر عبرة، يعني هيهم على حق، فهم الأولى اقتصاديا والأولى رياضيا. حاولتم أن تزرعوا الفتنة وأن تنزلوا من هيبة الجزائر، ولكن بالعكس الله زاد هيبتها وزاد قيمتها بين الشعوب العربية أجمع بكل تأكيد. فخذوا أهلنا بالجزائر عبرة، فهي ستبقى تاج فوق رؤس كل فلسطيني وعربي بكل تأكيد، لأنها بلد الرجولة والشهامة. لابد في هذا المقام وهذه الانتصارات أن نتذكر أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، أن نتذكر الشهيد الراحل هوارب بوميديان الذي دوما كان يقول نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. وبكل تأكيد بكل تأكيد كل الشعب الفلسطيني ضل حافظ هاي الكلمة، وفعلا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أحبابنا الكرام، كان معكم العلمي الفلسطيني حسام أبو الحاج. أتمنى إذا أنت بتحب فلسطين ادعم لها هاي الحلقة لنوصلها لكل المشاهدين. وشكرا لكم، وشكرا لوقوفكم بجانب فلسطين شعب الجزائر العظيم، وسنبقى نحفظ لكم جميل عظيم في قلوبنا وفي أرواحنا. وكل التحية لكم من ابن فلسطين. أتمنى الشرك في القناة وتفعيل زي الجرس ومشاركة هاي الحلقة مع أصدقاء. وإذا أنت بتحب فلسطين ادعمنا هاي الحلقة، بدنا نوصلها لكل الناس. كل التحية لكم. باتت فلسطين محرر من دنس الاحتلال الصهيوني، ولا مكان للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المقدسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بأمان الله.